ومعنا اتصال كريم. هلو الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخنا؟ يسلمك ويعزك. ابو لؤي الدلفي وياك. اهلا وسهلا بالاخ الكريم ابو لؤي الدلفي، ومرحبا بالدلفية عموما. الله يخليك. بلد احمد شيخنا. نعم. بالنسبة للدلفية قبيلة او عشيرة ومرتاحة؟ يا سيد الكريم، الدلفية عشيرة كبيرة ضمن مسميات، الآن ضمن مسميات جمهرة القبائل أو قبيلة ربيعة، ومنهم في بغداد كثيرون ولهم حي باسمهم، اسمه حي الدلفية في منطقة القاهرة من جانب الرصافة، ومنهم كثيرون في مناطق بغداد الجديدة أيضا من بغداد، ومنهم في مدينة الثورة ومناطق الشعب، ومنهم في سلمان باك وجسر ديالة، ومنهم في العزيزية امتدادا إلى الكوت، ومنهم كذلك ما بين الكوت إلى منطقة قضاء علي الغربي، ومنهم في العمارة، ومنهم في أطراف الكوت المتجهة باتجاه محافظة الناصرية. فالدلفية كثيرون وهم عشيرة كبيرة، ربما أصبحت الآن لو كنا نحصي عددها فهي تستحق مسمى قبيلة. والحق تعود أصول هذه القبيلة العربية العريقة إلى الفارس العربي والقائد المشهور أبي دلف العجلي، القاسم بن عيسى العجلي، الذي كان أشهر واد الخليفة المأمون في وقته، والذي مدحه الشاعر علي بن جبل العكوك بقوله: إنما الدنيا أبو دلف، إنما الدنيا أبو دلف بين بادية ومحتضرة، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. كان كريما وفارسا شجاعا معلوما، وله أثر باق إلى الآن، هو جامع أبي دلف في منطقة سامراء، وهو المجاور للمئذنة الملوية. ومن نوادر ما يروى عن أبي دلف هذا أنه جاءه الشاعر الفارس المعروف بكر بن النطاح العجلي، وكان فارسا شجاعا، وطلب منه أن يعينه أو استرفده ليعطيه بعض المال، فقال له: ألست أنت الشاعر الفارس الذي يقول: من يفتقر منا يعيش بحسامه، ومن يفتقر من سائر الناس يسألي؟ قال: بلى والله لا جرمه، ولكن أعطني فرسا وسيفا ودرعا وسأريك إني لن أسأل. وعندما أخذ السيف والفرس والدرع خرج، وإذا به يلتقي قافلة عند أطراف بغداد، ويقتل من عليها من عبدان وخدم وحرس ويأخذها. ومن لطائف الصدف أن القافلة كانت لأبي دلف هذا، فهو الذي جنى على نفسه. فالدلفية كثيرون يا سيد الكريم أبو لؤي، وإن شاء الله في حلقات قريبة جدا سوف أفرد حلقة خاصة عن هذه القبيلة التي لها امتدادات في مناطق أخرى من العراق، ولا سيما أبناء عمومتهم عشائر الحجان في الناصرية أو لواء المنتفق. ومن هذه القبيلة الطيبة أستاذنا والعلم المعروف والمؤرخ والأديب الكبير في الخليج العربي معن العجلي. وأشكر اتصالك الكريم يا أخي أبا لؤي، واهتمامك ومتابعتك، وإذا عندك شيء آخر حاضر.